اسمنا ساشا بوكس. احنا بنقدم كتب تفاعليه للاطفال باللغه العربيه. بنقدم المحتوى ده للاطفال اللي موجودين في البلاد العربيه زي مصر والسعوديه، لان احنا شفنا انه مفيش كتب معموله بالطريقه دي بتخدم الكاستمرز دول. عملنا حاجه تانية اللي هي منظومه متكامله، من خلالها بنقدر نعمل الديفلوبمنت بتاع الكتب، وبنعمل لها بننشرها من خلال المكتبه بتاعتنا. برضو من الناحيه التانية بنقدر نساعد ناس رسامين بيشتغلوا لوحدهم محتاجين ينشروا الكونتنت بتاعهم، فاحنا بناخد الناس دول وبناخد المحتوى بتاعهم وبنقدر نحطه عندنا وبنعمل لهم الماركتنج المناسب، وبتبقى حاجاتهم افيلبل للعالم كله ان هو يقدر يشتريها. ممكن هذا اللي انا فهمه ان انتوا نشرتوا اول كتاب لكم بالظبط. احنا عملنا اول قصه لينا كانت اسمها ذات الرداء الاحمر، قصه معروفه، وحطينا فيها شويه العاب وانتراكتيفيتي موجوده حاليا على الايتونز. توريها لنا طيب؟ ممكن نشوفها مع بعض. كان يا مكان بنت صغيرة وكبيرة اسمها ليلى. كنا شوية لأظلم زي ما احنا شايفين ممكن يحصل عليها interaction، ندوس على الديك جدا، ندوس على الكاركترز اللي موجودة تتحرك. الأطفال بيحتاجوا يساعدوا ذات الرداء الأحمر إنهم يحطوا البرتقال في السلة بتاعتهم والتفاح بالطريقة دي، فمن خلال القصة بيقدروا يتعلموا حاجة وبيقدروا يتعايشوا مع القصة بطريقة أظرف. من الناحية التانية لو طلعنا، إحنا عملنا المكتبة بتاعتنا الخاصة بساشا بوكس. من خلال المكتبة دي بنقدر نعرض الكونتنت بتاعنا أو القصص بتاعتنا، ومن خلال المكتبة دي برضو بنقدر نتبنى ناس فنانين عندهم قصص عندهم حكايات، ناخد قصصهم ونحطها على المكتبة بتاعتنا ونبتدي نبيع الكلام ده كله للعالم كله. فمنها بنقدم رسالة للأطفال، منها بنساعد الناس دول يخلوا المحتوى بتاعهم معروف، وهو كسبان وأنا كسبان. طب من ناحية البيزنس نفسه الربح جاي ازاي؟ الربحية جاية من شراء الكتب. اليوزر او المستخدم بينزل المكتبة دي ببلاش، ومن على المكتبة بيبتدي يشتري الكتب المختلفة. كل كتاب بيكلف مثلا دولار، والدولار ده بيخشني انا وبنبتدي نقسمه انا وصاحب المحتوى. صاحب المحتوى بياخد كم؟ ما يباكلنا انا بنتكلم. طب ايه انتوا بقى لكم شغالين؟ احنا بقى لنا شغالين، هو جت بالصدفه ان احنا ابتدينا الموضوع ده قبل ستارت وذ جوجل يمكن شهر، وعملنا اللونش بتاع القصه ذات الرداء الاحمر قبل ما نبتدي جوجل يمكن اسبوعين او ثلاثه. الريفيوز اللي جت لنا من على القصه دي انه يا جماعه احنا محتاجين الكلام ده كله، بليز استمروا، ادونا محتوى اكتر، ادونا لغات اكتر، عايزين ناس العاب جديده. فاحنا دلوقتي شغالين على القصه الثانيه اسمها الماس والضفاده، قصه معروفه للكاتب شارل بيرو. فاحنا اخذنا القصه دي وحولناها برضو لانتراكتيف ستوري، وان شاء الله تنزل قريب. ايه اكتر حاجه كانت مشكله او يعني في الرحله دلوقتي من ساعه ما ابتديتوا لغايه دلوقتي؟ هي المشكله الوحيده اللي قابلتنا حته ان احنا لما ابتدينا كنا مقررين ان احنا هننزل كتب كل كتاب لوحده. كل كتاب عباره عن ابلكيشن مستقله بذاتها على الاب ستور. ففكرنا قلنا احنا مش ممكن هنصرف دعايه على كل قصه لوحدها. فانت لو عندك 50 قصه نزلوا في وقت ما، مش ممكن هتصرف دعايه على 50 قصه. فمحتاجين المنظومة اللي بتجمع الكتب دي كلها مع بعض، وهي دي اللي بتعمل لها الدعاية بتاعتها بحيث توصل للناس ببلاش، ومن خلالها يبتدوا ينزلوا المحتوى. فده كان أصعب تشالنج بالنسبة لنا،
والحمد لله لغايه دلوقتي ربنا وفقنا وهوب ان احنا نكمل. انتوا عندكم خلفيه انشاتوا شركه قبل كده او شركه موجوده؟ الساشا بوكس باي ذا واي مملوكة الشركة اسمها Air to Fall. الشركة دي احنا اللي عاملينها شركة مصري وده يعني بيبي جديد بتاعنا. طب ايه اكتر حاجة كانت حلوة او كويسة في المشوار؟ اكتر حاجة طبعا ردود افعال الناس الريفيوز اللي احنا جات لنا على القصة. يعني انا ما كنتش مصدق بصراحة انه الناس هتقول لنا برافو عليكم. انا كنت فاكر ان احنا بنقدم حاجه سهله جدا مفيهاش اختراعات, لكن ابيرنتلي او اكتشفنا انه الناس فعلا محتاجين حاجه زي كده. الكونتنت ده مش موجود, الاطفال محتاجين حاجه غير الجيمز العنيفه. القصص بتاعت زمان مش موجوده انيمور, مش موجوده على الاجهزه دي. محتاجين نوصل الكلام ده. طب كاحصائيات من الناس اللي عمل القصه دي داونلود كلهم في مصر في برا مصر؟ اغلب الداونلودز كانت من السعوديه, تليها امريكا طبعا اكبر ماركتس موجودين بالتالي.